غرائب المساء النهاردة اخترنا لحضراتكم كتاب كتب باللغة البرتغالية وتم ترجمته للغة الإنجليزية وصدر في البرازيل للمؤلف جابرييل ألفاريز. هذا الكتاب هو تقاليد وسياسة ساتيري ماوي. ساتيري ماوي هي قبيلة من القبائل الأصلية، السكان الأصليين الموجودين في البرازيل. ده الغلاف بتاع الكتاب، وقصة الكتاب ده بتتكلم عن طقوس وعادات خاصة بهذه القبيلة، وهي بتمارس طقوس غريبة جدا، ومن الغرابة أنها بتحمل الكثير من الألم، والناس بتتحمل حاجات صعبة جدا عشان خاطر يثبتوا انتمائهم لهذه القبيلة. طيب القصة النهاردة، عشان تكون محارب قوي وشجاع في هذه القبيلة ويعترفوا بيك مش بس كمحارب ولكن كرجل، يعني عشان يقولوا إن هذا الشخص هو رجل من رجال القبيلة، لازم يعدي باختبار صعب جدا. الاختبار ده إيه؟ الاختبار ده خلينا نعرف الأول القبيلة دي اسمها ساتيري ماوي، موجودة في ولاية أمازو ناس في البرازيل. هذه القبيلة زي ما قلت لحضراتكم من القبائل الأصلية، لها ثقافات مختلفة ولها عادات خاصة بها، وقافلين على نفسهم بشكل كبير جدا، لكن من كتر اعتدادهم واعتزازهم بثقافتهم وبطبعهم وبالعادات والطقوس الخاصة بهم بيسمحوا للناس أن هم ييجوا ويصوروا الاحتفالات بتاعتهم ويصوروا الأنشطة بتاعتهم، ولكن ما يزعجهمش. يعني اللي بيجي ما يجيبش معاه الطقوس الخاصة بتاعته هو ويزعجهم بيها في المكان، هو يجي ينساق لطبائعهم وعاداتهم ويصور ويقضي الوقت اللي هو عايز يقضيه ويمشي. طيب القصة ايه؟ القصة ان هم لما بيجوا يعتبروا هذا الشخص انه خلاص هيبقى رجل زي ما قلت لحضراتكم من رجال القبيلة، بيبدأ الموضوع ده من امتى؟ من تحت 12 سنة بيأهلوا الرجل، وهي للرجال فقط هذه العادة، من تحت 12 سنة، يعني طفل تحت سن 12 سنة بدءا بقى من 4 سنين 5 سنين وصولا لسن 12 سنة. بعد 12 سنة لو ما تحملش الاختبار ده ما بيعترفش بينه من رجال القبيلة، وبالتالي كل الناس بتبقى بتأهل ولادها لهذا الاختبار. ايه الاختبار؟ بيجيبوا الطفل ايا كان سنه الولد، وبيجيبوا زي جوانتي كده زي ما حضراتكم شايفين بيعملوه من ورق الشجر. طيب بيحطوا جواه ايه؟ بيحطوا جواه زي ما حضراتكم شايفين نمل، مش نمل عادي، نوع خطير جدا من النمل اسمه نمل الكونجا. نمل الكونجا ده موجود في الغابات المحيطه بيهم بشكل كبير جدا، بيجمعوا مجموعه من النمل ده وبيحطوها في جوانتي من اوراق الشجر، وبعدين يجي الطفل يحط ايده في الجوانتي ده ويفضل منتظر لمده 5 دقائق 10 دقائق حاجه في الوقت ده. طيب النمل ده نمل مزعج بس؟ لا، قرصة عادية؟ لا، لدغته سامة وبتسبب شلل في الأعصاب وبتسبب شلل في أعضاء الجسم وبتسبب هياج عصبي وبتسبب حاجات كتيرة جدا متداخلة مع بعض، لدرجة أنه اللي بيتعرض للدغة النملة دي بيفضل جسمه يرتجف لفترة طويلة جدا، وبيقعد لساعات عنده شلل في بعض أعضاء جسمه وبعض أطرافه، حاجة معاناة كده. طيب يخلوا الطفل يحط ايده في الجوانتي ده ويعملوا ايه بقى؟ يقعدوا يطبلوا ويرقصوا حواليه عشان يعملوا له الهاء او اشغال عن الالم اللي هو بيشعر بيه، ويفضل ايده موجوده شويه يتلقى مجموعه من قرصات النمل او عضات النمل ده، وبعدين يطلع ايده يستريح شويه. مش مره واحده، 20 مره، 20 مرة يحط ايده في هذا الغلاف من النمل ويفضل حاطط ايده جوه ويتقرص كل القرص ده ويطلع ايده 20 مرة. طيب في ناس بتتعرض لاصابات وحاجات كده في، ولكن هم تقريبا بقى من كتر معايشة الموضوع بقوا عارفين العلاجات ايه وعارفين بيعالجوهم ازاي. الاطفال الطفل اللي بيتعرض لاصابة شديدة بيعالجوه ازاي؟ مهم ان كل الرجال في القبيلة دي وكل الاطفال الذكور اللي بيكبروا بيعدوا بنفس الاختبار ده، ان هو يضع ايده في مكان ممتلئ بنملة الكونجا ويتعرض لهذه العضات واللدغات السامة، وبعد كده يعالجوه، وأثناء العض يفضلوا يرقصوا ويحتفلوا قدامه، فالطفل يا عيني صغير ينشغل في الرقص والدوشة اللي حواليه، طبعا مش بينشغل ولا حاجة لكن هما بيلهوه جزئيا يعني، لكن الألم ربما ان هما برضو نظريتهم ان الطفل الصغير يتألم ويطيب بسرعة أكتر من الكبير اللي ممكن الألم يأثر عليه بشكل كبير، هي دي نظرتهم هما ووجهة نظرهم ليه بيبدأوا الموضوع بدري. وبعدين في مواقف أخرى تكلموا قالوا أنه
احنا بنعرض الطفل للألم ده عشان لما يكبر يتحمل الآلام الأكبر في الحياة، خصوصا ان هما محتفظين بطبيعة حياتهم اللي هي بياكلوا بالصيد وحياة برية يعني شديدة الوحشية، فهم بيعودوا الطفل على الألم وعلى تقبل الألم وعلى تفاصيل أخرى من خلال هذه التجربة السيئة المريرة الصعبة، لكن هي ثقافة هم متمسكين بيها وبيسمحوا للناس انها تيجي تصور زي الصور اللي جبناها لحضراتكم. وأشياء أخرى هتلاقوها في هذا الكتاب، موجود باللغة البرتغالية وفي نسخة إنجليزية، وزي ما بقول لحضراتكم دايما ندخل على النسخة الأصلية، ممكن نستخدم الترجمة الفورية بتسهل الأمور أكتر. الكتاب تقاليد وسياسة ساتيري ماوي للكاتب جابرييل الفاريز. طيب دي الغرائب النهاردة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم في كتبنا.